السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احد الاسئلة بتسأل لما انا فتحت ملف الريفت ما لقيتش الاليفيشن موجود، وعايز اعرف انا عندي كام دور في المشروع. خلينا نفتح اي ملف، انا مش هفتح دوت الارتكشر، خلينا نفتح ام اي لان الارتكشر اساسي عنده موضوع ان هو يحط الاليفيشن. فعايزين نفتح ملف مفهوش الاليفيشن ونبدأ نحط الاليفيشن ونبدأ نشوف عدد الادوار قد ايه. طيب هو دلوقتي فتح ال 3D، ممكن اجي على اي فلور بلان واقول له مثلا افتح لي الفلور بلان دوت عشان اشوف هو فيه الفيشن ولا لا. طيب هو فيه الفيشن، هي موجودة. هنفترض انها مش موجودة، خلينا نعمل سيلكت عليها، ندوس رايت كليك واقول له سيلكت اول انستنس ان بروجكت، طلع فيه 27 الفيشن، اقول له ديليت. تمام. طيب ابدا احط الالفيشن من قائمة فيو، هلاقي عندي سيكشن و إليفيشن. اقول له انا عايز اختار إليفيشن، ابدا احط إليفيشن. تمام. خلي بالك لما حطيته هنا هو كان بيبص الناحيه دي، تمام، فاول ما قربت من الحيطه بدا يبص الناحيه دي. ممكن ابدا احطه كده وبعد كده تقدر تسحبه، اجي إليفيشن هنا واقربه من الحيطه دي فالاقيه بدا يبص لفوق. تمام. هو بيتوقع ان انا محتاج ان انا اشوف الشغل فهو بيبص ناحيه الشغل. طب لو جيت هنا عند الالفيشن دوت مثلا على سبيل المثال، وجيت هنا بلاقي اربع علامات تقدر تدوس هنا فبيعمل لك اتنين الفيشن، واحد الناحية دي وواحد الناحية دي. تمام. يعني لو جيت هنا الالفيشن دوت لو عملت عليه سيلكت، تمام، قلت له اديت تايب عشان تعرف، هنا ممكن تقول له فيو تمبليت وتخليه مثلا تبع الاركتكشر مثلا، تقول له اوكي. تمام. هتشوفه موجود فين. كل ما تحط واحد هو بيبدأ يزود الإليفيشن. خلينا نجي هنا في ادفانسد ابص على حاجة اديت. هو عامل فلتر. طيب انا اقول له انا مش عايز فلتر. اوكي. تمام. ممكن بقى نجي هنا اهو الالفيشن اهوت. تمام. لو انت جيت هنا وزودت واحد كمان هيزود لك الالفيشن كمان. طيب احنا محتاجين بس واحد الناحية دي، يقول هلغولك فتلاقي العدد قل، تلغي من هنا هتلاقي الوان دي اتلغى. تمام. طيب دلوقتي بقى ممكن تيجي هنا تدوس رايت كليك وتقول له جو تو الفيشن فيو. كده انت عملت الفيجن فيو، وتيجي هنا تبدا تشوف الارتفاعات. بس خلي بالك هو هنا في حاجه اسمها كروب فيو. تمام. ممكن الكروب فيو دي تخدعك ويكون في ادوار فوق، فلازم تشيل الكروب فيو ديت. تمام. بحيث لو في ادوار فوق تبدا تشوفها هي كمان. تمام. فدلوقتي انت عندك اهو الادوار اللي موجوده، ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 وبعد كده الروف.